بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، قبل لحظات بحفظ الله ورعايته وتوفيقه انطلق الشوط الخامس عشر في مجموعة أشواطنا بالجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا هي 4 كيلومترات بسن الإذاع في هذا اليوم. ما شاء الله تبارك الله، وين إشعارات أبناء القبائل متواجدة. يا سلام، المركز الأول. بنعود إلى المركز الأول متوكل السيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي. يا سلام، المركز الثاني. بنشوف المركز الثاني محتفل للسيد راهد بن سعيد بالعامري الاجتبي. المركز الثالث من الجنب الثاني هيمان للسيد مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، ماخذ المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الكرام، المركز الرابع. بنشوف المركز الرابع، الرابع، المركز الرابع اللي اخذ المركز الرابع لبرخفية. هذا المركز الرابع. هناك مياس السيد محمد بن عتيج بن خفية الاجتبي ماخذ المركز الرابع. والمركز الخامس، بنشوف المركز الخامس. هناك المركز الخامس، مكحل لسيد محمد بن سعيد الرزي الشامسي. هذه للخمس المراكز الأولى مشاهدين الكرام، والبقايا مشاهدين الأعزاء بعيد عنا. خلونا مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط مكحل لسيد محمد بن سعيد بن حميدان بن حميد الرزي. وهناك المركز الثاني، المركز الثاني. يا سلام، بن سليم، بن سليم هناك متوكل، متوكل خذ المركز الأول للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي، ما أخذ المركز الأول. لكن المركز الثالث، بشوف المركز الثالث عندك يا بالعامري، محتفل للسيد راهد بن سعيد بالعامري الاجتبي، ما أخذ المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المراكز هيمان المبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، ماخذ المركز الثالث. رابع المراكز هني المركز الرابع اللي هو مياس لسيد محمد بن عتيج بن علي بن خفيه الاجتبي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام للخمسه المراكز الاولى. يا سلام، يا سلام، المنافسه بتكون قويه، بتكون قويه المنافسه على المركز الاول. هناك مكحل، مكحل مشاهدينا الكرام ماخذ المركز الاول، سيد محمد بن سعيد الرزي الشامسي. لكن المركز الثاني من الجنب الثاني متوكل للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي، ماخذ المركز الثالث. الثاني، المركز الثالث هني محتفل لراهد بن سعيد بالعامري الاجتبي. المركز الرابع، الرابع المراكز، بنشوف المركز الرابع هيمان للسيد مبارك بن خليفه بن ضبيب الشامسي، ماخذ المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، مياس، مياس السيد محمد بن عتيج بن علي بن خفية، ما أخذ المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، خمسة مراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذا الشوط. ما شاء الله، ما شاء الله، هناك متوكل، متوكل الكل، متوكل الكل، متوكل على الله. هذا هو متوكل المركز الأول للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي، ما أخذ المركز الأول. يا الله، بنشوف، بنشوف المركز الثاني، الثاني، المركز الثاني اللي هو مكحل لسيد محمد بن سعيد الرزي الشامسي، ما أخذ المركز الثاني. والمركز الثالث، ثالث المراكز، هني هيمان لسيد مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي. والدور، دور المركز الرابع، الرابع هني مياس، مياس لسيد محمد بن عتيج بن علي بن خفية الاجتبي. والمركز هناك الخامس، الخامس اللي وصلنا، اللي وصلنا متعب لسهيل بن عيلان بن كراز السبوسي، خذ المركز الخامس. والمركز السادس هناك لراهد بن سعيد بالعامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى في هذا الشوط، شوط الإذاع، شوط الجعادين. ما شاء الله، ما شاء الله، هناك على مقدمة الشوط المتوكل
متوكل متوكل، توكل على الله، توكل على الله يا متوكل. تراهم الجماعة يرصدون يرصدون بالعين المجردة. ها شوف شوف، متوكل السيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي ما أخذ المركز الأول، المركز الثاني، ثاني المراكز متعب. للسيد حسين بن عيلان بن كراز السبوسي ما أخذ المركز الثاني والمركز الثالث. وين هناك شاهين مايد من ثاني من بليش الفلاسي ما أخذ المركز الثاني. يلا يلا بنشوف بنشوف. ها العصاف الفطان، العصاف الفطان مشاهدين الكرام، بنشوف هذا للشامخ، الشامخ للمركز الثالث للسيد سعيد بن سهيل بن دريوي. أول ندى، أول ندى للشامخ مشاهدين الأعزاء، لكن هناك متوكل. يا الله يا بن سليم، يا الله يا بن سليم، يا الله. الجماعة الجماعة واصلين، الجماعة جايين. يا سلام، متوكل للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي ما أخذ المركز الأول. الله اللي جاي، ارصد لي يا مصورنا، ارصد ارصد. الله 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 الله، اللي أخذ المركز الثاني الشامخ سعيد بن سهيل بن دليوي. يلا يا أبو راشد، يلا يا أبو راشد، يلا يا بن سليم، يلا يا أبو راشد. أني في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام، تاني متوكل تانينا والناموس للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم على الفوز، متوكل في المركز الأول المركز الثاني. الشامخ للسيد سعيد بن سهيل بن دريوي المركز الثالث، متعب للسيد سهيل بن عيلان بن كراز والمركز الرابع، المركز الرابع شعار بضبيب والمركز الخامس. على العموم على كل حال التوقيت الزمني 6:56 مشاهدينا، 26 مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للسيد محمد بن حمد بن سالم بن سليم الاجتبي على فوز المتوكل في المركز الاول، خذ المركز الاول بكل قوه وبكل جداره مشاهدينا الكرام. تهانينا وسلام، سلام يا المدام، سلام سلام يا منطقه بن سليم، سلام هناك، سلام لحمد بن سليم، سلام.